الذي يدخل نفسه في كل مسألة حتى ولو كان لا يدركه هذا لا يخشى الله، لأنه لو كان يخشى الله ما التفت إلى ما يقال والله إنه جهل بالمسألة الفلانية، ما عليه من الآخرين، لأنه يخشى أن يقول قولا يخالف الشرع هنا، وفي السيما في هذا الزمن إذا بالكلام وبالعلم ينطلق انطلاقا سريعا عجيبا ليس كغيره. فإذا كان السابقون من السلف، وقد ذكرت ذلك مرارا، لما أتى شخص إلى الإمام مالك وقال عندي مسألة، فسأله فقال الإمام مالك لا أدري، قال ماذا أصنع، أهل قريتي بعثوني إليك لأسأله، ماذا أقول؟ قال قل لهم إن مالك لا يدري، إن مالك لا يدري. ولذلك بعض السلف لما أتاه رجل ليسأله عن مسألة قال لا أدري، ورأى الناس حوله قال لا يغرنك طول لحيتي والتفات الناس حولي، والله لا أدري. ولذلك قال بعض السلف كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العلم، قال إن الذي يفتي في كل مسألة إنه لمجنون. وقال بعضهم من لا يعرف لا أدري من العلماء فقد أصيبت مقاتله. تصور لو أن إنسانا ضربك في خصيتيك أو في مكان في مقتل هلاك. كذلك الذي لا يعرف لا أدري ولا أعلم من طلاب العلم أو من العلماء هذا قد أصيبت مقاتله، هذا هلك. وأي هلاك؟ هلاك في الدين، ليس هلاكا في الدنيا. الهلاك في الدنيا كل سيهلك، لكن الهلاك في الدين. ولذلك السلف كما قال ابن عبد البر رحمه الله قالوا، وقال غيره أيضا، قالوا لا أدري فيما يجهلون، وقالوا ندري فيما يعلمون. ابن عبد البر ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في مجلس وأتاه سائل ليسأله، فقال ابن عباس لهذا الرجل اذهب إلى ذاك، وأشار إلى أبي هريرة فذهب إليه، فقال ابن عباس يا أبا هريرة لقد أتتك معضلة. والواحد الآن يقول يا أخي لماذا لم أسأل، أو يغضب إذا لم يسأل أو سئل غيره. احمد ربك أنت في عافية، أنت في عافية.